طيب تعال نروح ونشوف تقرير مع الجمهور ونرجع تاني نكمل حلقة الأهلي ليلة مع نجمنا محمود وحيد. لعيب ممتاز ومجتهد وإن شاء الله هيبقى إضافة الباك ليفت بتاع الأهلي، لأن المركز ده بالذات يعني في دلوقتي الأهلي محتاج فيه لعيب يكون بكفاءة الناس اللي كانوا بيشغلوه يعني. فأنا شايف أن اختيار مجلس الإدارة النادي الأهلي للاعب ده بالذات يعني اختيار موفق، وأتمنى إن شاء الله أن هو يكون يعني على قد المسؤولية لفانيلة النادي الأهلي. والله على اللي شفناه في الماتشات بتاعته في النادي السابق، ففي الحقيقة شايفين أنه في موهبة وفي كده، ونتمنى أنه يكون إضافة للفريق، خصوصا في الوقت اللي فيه الإصابات دي وفي اللي فيه عشان نلحق نتدارك الدوري وبطولة أفريقيا اللي هي هدفنا الأساسي أكيد. يعني مش هنقول الدوري أقل، لكن الزم بيقولوا العروسة اللي غايبة عن الملك بقالها سنتين دي نتمنى بقى أنها ترجع لبيتها تاني. لعيب كويس، وخصوصا أنه ما فيش في خط الوسط دي معلول بقاله سنتين، وأيمن أشرف يعني شوية لما كان بيلعب في كاليبرو كان أنا شايف أنه هو أداءه أحسن من إنما موجود محمود وحيد. إن شاء الله هيأدي أداء كويس مع النادي الأهلي، وإن شاء الله الدوري مش هيخرج من النادي الأهلي إن شاء الله. أكيد ولاعب مميز جدا، وإن شاء الله يعني يكون فارق، خصوصا ان الجبهه دي طول عمرها في الاهلي من زمان قويه. اللاعب محمد عبد الوهاب الله يرحمه، سيد معوض، يعني ده جبهه طول عمرها قويه جدا، وبرده يعني يساعد مع علي معلول في اصابات برده بنلاقيها مش عارف ايه، فاكيد هيساعد ويساند في الجبهه دي ويأثر فيها طبعا. بصراحه هي صفقه ممتازه جدا، لان احنا كنا محتاجين واحد في هذا المركز يكون اضافه للفريق، فهي صفقة من الصفقات التقيلة الناجحة يعني، إن شاء الله وربنا يوفقه. إضافة قوية جدا للنادي الأهلي طبعا في باك الشمال، فاللاعب جميل جدا، أنا بشوفه من فترة كبيرة وكان بيلعب في المقصة، كان على طول بيبهدل في لعيبة الزمالك، كان برضه بيلعب قدامنا في ماتش الأهلي، كان بيلعب برضه بروح حلوة، وفي منتخب مصر طبعا هيبقى اضافه قويه. هو بالنسبه لي انا هي صفقه كويسه، هو لاعب ادى في الدوري الموسم ده كويس، انا بتمنى ان هو على قدر ومستوى النادي الاهلي وجمهوره تمام كده، لان عندنا مشكله في الباك ليفت في مصر عموما. اتمنى ان هو يبقى زي محمد عبد الوهاب، سيد معوض، محمد يوسف، كل الكباتن اللي انا ذكرت اساميهم. اتمنى ان هو يجتهد، لان هو عنده منافسه شرسه مع علي معلول ومع ايمن اشرف تمام كده، واتمنى ان هو يبقى افضل منهم عشان منتخب مصر والنادي الاهلي في المستقبل. صفقه كويسه ان شاء الله، واتمنى انها تقدر تفيد النادي بشكل كويس، ان هو يسجل اكتر والدنيا النادي الاهلي يعني يستفيد. محمود وحيد لعيب كويس ولعيب هايل وامكانياته كويسه، اتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي يعني، ربنا يوفقه ويكون اضافه للفرقه يعني ان شاء الله. والجبهه الشمال فعلا محتاجه لعيب امكانياته زي محمود وحيد، فنتمنى له التوفيق مع النادي الاهلي ان شاء الله. الصراحه اختيار يعني حلو، يعني ان هو يجي عشان يعوض بيت الفرقه، بس هو لازم يعني يدافع كويس ويعمل ياخد الروح الفانيلا الحمراء. ولسه مكملين مع حضراتكم مع نجمنا اللي مشرفنا منورنا محمود وحيد، وعايز اعرف رايك في راي اراء الجمهور وانطباع الجمهور عنك وانت لسه ما لعبتش في ولا مباراه رسميه مع النادي الاهلي. والله ما بص، هو كلامهم جميل جدا طبعا، وكلامهم يعني بيديني حافز جدا ان انا ان شاء الله ابقى اضافه قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله ابقى عند حسن ظنهم والثقه بتاعتهم الكبيره دي فيا، وان شاء الله يعني تبقى فتره خيره علينا كلنا.